منظر هذا الدخان وهو يتصاعد من طبق البوزلوف أو بالرقعينو كما يسمى هنا في الحراش لا يختلف عن طعمه أو رائحة الجمر التي تداعب حاسة الشم قبل التذوق عند المارة والذين يجبرون على التوقف لتذوقه. والريحة بتاعو هي اللي تطيري، هي اللي تطيري يجي درع عليه لهنا، يطيب على الجمار ويطيب بالعقال 3 سوايع باش يطيب. نجيو 7 تاع الصباح نديروه ما يوجدش حتى 10:30 11. يوم خيرنا بوزلوف جعدنا نضيف هنايا وجبناه قداب باش خاطر هذا ريستورون معروف هنا في مخدم بوزلوف من زمان هذه في الحراش. ما انا بريفيري ندخلوا عنده هنايا باش ندوقوه بوزلوف باسكو يحب بوزلوف يخدموا على الجمار وكلش دونك جبناه باش انا جدي في من لا سويس قلت لهم حبيت ناكل بوزلوف قالوا لي ندوق تاكل بوزلوف جابوني هنايا فهمت عندي بزاف عندي واحد ابيبري 35 عام ماكليتش بوزلوف فلا حبيت نجي ناكل. صاحب المطعم من جهته اكد لنا ان الاقبال على طبق البوزلوف يكثر في الاجواء البارده وقد اعتاد على خدمة زبائنه كل حسب طلباته. كما اليوم الشتاء الناس بردانة يجوا ياكلوا يجوا ياكلوا هذه هي كاين اللي يحبوا نص طياب وكاين اللي يحبوا بيان كوي محروق نعطي له محروق واللي يحب نص طياب هاو يطيب نحيه نقسم له نص طياب. هو نص ما يكفيكش ثم لازم تدربي واحد كومبلي باش بعد كمون وتجي تعطري فوق القارص باش ما يقهمكش باسكو اللي فيه لي دم كيديروا له قارص باش ما يقهمش الانسان وحاجه مليحه هاكي تشوفوا بعينيكم. طبق البوزلوف او بالرقعينو المطهي على الجمر يعتبر من الاطباق الشعبيه التي تميزت بها منطقه الحراش حتى اصبحت المنطقه المقصد الاول لعشاق هذا الطبق.